انا ليا سؤال عند حضرتك. هو انا الحمد لله يعني بصلي يعني ودايما مواظبه على قيام الليل والصلاه، يعني ما شاء هي الله. حياتي عايشه كده ربنا والصلاه. بس انا ليا 2 اخوات بنات هم بيغضبوا ربنا، وانا مش عارفه صحتهم كتير، مش عايزين يسمعوا كلامي، انا مش عارفه اعمل ايه. طب وهم كلمتهم حرام، وساعات يجيبوا لي حاجات انا عارفه ان الفلوس حرام، وبشد مش عارفه اعمل ايه. بكلمهم ما بيسمعوش الكلام، اقاطعهم بقول حرام علشان صلة الرحم. مش عارفه اعمل ايه، مش انتوا عارفه عايشين مع بيغضبوا بعض؟ ربنا. لا عايشين احنا مش عايشين مع بعض، بس يعني معايا واحده في نفس البيت وواحده بعيد، متجوزين هما؟ يعني متجوزين، واحده متجوزه واحده لا، بس برضو بيغضبوا ربنا وبيخونوا جوازهم. مش عارفه اعمل ايه، طب وانت اعمل ايه عرفتي ازاي، معاهم. انت عرفتي ازاي الكلام ده؟ عرفت هم قالوا لي، وانا نصحتهم وبقيت اعيط واقول لهم حرام ما تعملوش كده، علشان يعني بقيت اقول لهم كل حاجه، وهم شايفيني انا بصلي وبعرف ربنا، عمري ما عملت حاجه غلط. بس انا مش عارفه اقاطعهم اعمل ايه. طيب كل حاجه حتى بيجيبوها لي لاولادي، من عارفه ان هي فلوس حرام، وبكلمهم بنزعل وبنزعل مع بعض وبنشد مع بعض. وحضرتك عارف ان الخصام حرام في الاخوات، انا مش عارفه اعمل ايه، يعني بقى اتصرف ازاي. هم مفيش فايده فيهم ابدا، بقالي دلوقتي 3 سنين بكلمهم مفيش فايده، اعمل ايه؟ طيب مش عارفه اتصرف ازاي، طيب حاضر، مش تابعينا عارفه اعمل حضرتك. ايه. حاضر فضيلة الشيخ هيرد عليكي، تابعينا. مدام طيب جيهان الأول، وموضوع اللي أختها هي أخواتها بتاع الاثنين. اخواتها، بس انا زعلان منها، لان الانسان المؤمن اذا رأى شرا ستره. كانت شو قالت يعني؟ فهي قالت الامر وقالت الجريمه وقالت اللي بيحصل، وده غلط. فما كانتش قالت، طب ما هو لأن النبي حق علمنا صلى الله عليه الصلاة وسلم والسلام. لا تعينوا الشيطان على صاحبكم. يعني أنت عارفة عني كلام مش كويس وعايزة تسألي على الحكم على الهوى، ما اتكلمي. تفسريش. لا تفصلي، لا تكشفوا عورات الناس، إياكم وكشف عورات الناس. وحضرة النبي حذرنا ست لام، الصلاة من والسلام. تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في بطن أمه. فأنا عايز أقول لها ما تخصمهمش، إنما هجريهم. هناك فرق بين الهجر والخصام. بتعمل ايه طيب؟ الخصام ألا أتحدث معك مطلقا، إن احتجت إلي لا تجديني، إن طلبت مني أمرا لا أعطيك. لكن الهجر إنما اللي هو الهجر على القد. على القد، وما تاخديش منهم حاجة، لأن المال الحرام خراب للديار. ما تاخديش منهم حاجة، ده حقك، ما فيهوش قطيعة رحم. وبعدين انت في النهايه لك النصيحه، لان ربنا قال للنبي كده، قال له فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. فاحنا ملناش دعوه. وخدوا بالكم يا اخوانا، ربنا لما بيمهل الانسان المخطئ لحكمه. طبعا خدي بالك، كان في قبيلتين اسمهم رعل وذكوان. شكلنا معانا تليفونات كتير، احنا خلصنا، فاحنا خلصنا عايزين الوقت. نجاوب على طيب المكالمة فعجالة الثانية. بس لأختنا الكريمة، كان في قبيلتين، قبيلة اسمها رعل وذكوان، جم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقالوا والسلام. له ادينا ناس، ادينا ناس يحفظون القرآن ويفقهونا في ديننا. فالنبي اداهم بعض من الصحابة، في الطريق غدروا بالصحابة وذبحوهم ومثلوا بجثثهم. النبي قعد يدي عليهم شهر كامل. فنزل جبريل قال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ربنا عارف أنهم ظالمين، لكن الله له حكمة يعطي الإنسان فرصة كي يعود. فأنا صحيح. بنادي على إخواتي الكرام وبقول لهم يا أيها العبد العاصي، وكلنا هؤلاء، عد إلى ربك فإن باب ربك مفتوح ليس صحيح له ونعم باب بالله. ولا بواب.